اهلا ومرحبا بكم مشاهدين قناه المكله المحليه ونشره اخباريه جديده نستهلها بابرز العناوين. مطار الريان يستقبل اول رحله مدنيه قادمه من القاهره في 27 نوفمبر الجاري. مكتب الشؤون الاجتماعيه بساحل حضرموت ينظم فعاليه اليوم العالمي لمناهضه العنف ضد المراه. قوات الحزام الأمني تنظم عرضاً عسكرياً بمناسبة ذكرى 30 نوفمبر في العاصمة عدن. من العناوين إلى التفاصيل، أهلاً بكم. أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن إعادة استئناف رحلات الطيران بمطار الريان الدولي بالمكلا وافتتاح الصلاة الخارجية بالمطار يعد خبرا سعيدا ومفرحا لجميع أبناء حضرموت. وأشار المحافظ إلى أن الإغلاق كان لدواعي أمنية خارجة عن الإرادة، وأضاف أن الصلاة الخارجية بالمطار أنشئت بمواصفات عالية زودت بأجهزة حديثة لمواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال بدعم وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن تعرضت للنهب من قبل عناصر تنظيم القاعدة أبان سيطرتهم على المكلا، حيث تم تجهيز كافة الأعمال الإنشائية والفنية وتدريب الكادر الأمني المشغل للمطار على الأجهزة الأمنية الجديدة المتخصصة بالرقابة والتفتيش والفحص الإلكتروني للمسافرين من قبل الأشقاء في دولة الإمارات. وقالت مصادر محلية أنه من المقرر أن يستقبل المطار أول رحلة مدنية قادمة من القاهرة إلى المكلا في 27 نوفمبر الجاري. التقى محافظ حضرموت بمدير عام مديرية العبر سالم الصيعري للاطلاع على الوضع في المديرية واحتياجاتها الضرورية. ووجه المحافظ بتغطية تشغيل جميع آبار المياه في مديرية العبر بالطاقة الشمسية ورفض المديرية بسيارة إسعاف بصورة عاجلة ودراسة بعض المشاريع الحيوية. وأعرب مدير عام العبر عن خالص تقديره للدعم الكبير والتجاوب الدائم من المحافظ مع مطالب المديرية، مؤكدا أن مديرية العبر حظيت باهتمام كبير. أفادت مصادر محلية أن مسلحين أطلقوا نيران أسلحتهم على أحد المواطنين وأردوه قتيلا في الحال في مدينة سيئون. وحسب مصدر خاص فأن المواطن لقي مصرعه بجانب مسجد جوهر الشرقي في مدينة سيئون لحظة تواجده في سيارته برصاص مسلحين. وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية بسيئون استطاعت القبض على أحد المسلحين واتخذت معه الإجراءات اللازمة، فيما تقوم بالبحث على الآخر الفار بعد ارتكابه الجريمة. رأس وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون اجتماعا لقيادة العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الفنية المتعلقة بعام التوجيه التربوي وضرورة تفعيل جميع الخطط والبرامج المعدة بناء على اللقاءات والورش السابقة التي عقدت للرقي بعام التوجيه التربوي. ويأتي هذا الاجتماع تأكيدا على تنفيذ الخطط والرؤية الشاملة للنهوض بالواقع التربوي والتعليمي وخاصة التوجيه التربوي. كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة إقرار الاختبارات الفصلية للعام الدراسي الجاري وجدولتها وتبويبها ضمن اللوائح والأنظمة المعمول بها وتقييم سيرها في الجوانب الضبطية والإشراف الفني عليها وطباعتها وفقا للمواصفات المقررة. استقبل رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت القاضي هاشم الجفري في مكتبه بالمجمع القضائي بالمكلا فريق من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. وخلال اللقاء الذي حضره رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر بنش، تطرق رئيس محكمة استئناف حضرموت إلى سير أعمال السلطة القضائية بحضرموت بهيئاتها المحاكم والنيابات منذ تحرير مدينة المكلا من سيطرة تنظيم القاعدة، مؤكدا أن أبواب المحاكم والنيابات مفتوحة أمام المتقاضين رغم الشحة والنقص في عدد القضاة وقلة الإمكانيات، عدا تعثر الشعب المدنية بمحكمة الاستئناف بسبب النقص في القضاة، وأن أمرها تم عرضه أمام مجلس القضاة الأعلى لتعيين قضاة لهذه الشعبة. نفذت السلطة المحلية بمديرية المكلا وصندوق النظافة والتحسين حملة نظافة شاملة استهدفت تنظيف
قسم الخضار والفواكه بالسوق المركزي بالشرقة، وتم في الحملة تنظيف بساط البيع وأروقة السوق والأرضيات وغسلها للارتقاء بالسوق صحيا وإظهاره بالمظهر الذي يليق به. وشدد مدير عام المكلل المهندس عوض بن هامل على ضرورة تقييد جميع الباعة بالنظافة اليومية والدورية للسوق والالتزام بالمحافظة على النظافة العامة للسوق، داعيا إدارة السوق إلى تفعيل دور الرقابة والتفتيش، ومشيدا بالتعاون الكبير الذي أبداه الباعة حيال هذه الحملة. بدأ طاقم المهندسين في مؤسسة مواني البحر العربي ومندوب شركة راينيجس الشرق الأوسط أعمال الصيانة للرفاص دانم 61، واطلع مندوب الشركة على الخلل بالرفاص الجير بوكس، باشر العمل على الفور بفك مكان الخلل. وتعاقدت مؤسسة مواني البحر العربي مع الشركة المصنعة لمنظومة التعشيق الجير بوكس لإجراء عملية إصلاحها لتفادي توقف العمل في بناء المكلة. يذكر أن الرفاص دانم 61 المقدم من الهلال الأحمر الإماراتي هو الوحيد الذي يعمل بنصف الطاقة التشغيلية بماكينة واحدة كي لا تتوقف عمل الملاحة بالميناء، حيث أن 2 من الرفاصات خارج نطاق الخدمة لانتهاء عمرها الافتراضي. تزامنا مع اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، نظم مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت فعالية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. لأنها نصف المجتمع، ولأنها تلد النصف الآخر كذلك، وتقديرا لدورها في المجتمع كونها الأم والأخت والزوجة، كان لزاما سن القوانين لحماية المرأة. وفي هذا الخصوص نظم مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت فعالية توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدها، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعا المرأة تعرض الكثير من الممارسات العنف، ومنها حرمانها من الميراث، ومنها إهانتها، ومنها تهديدها من مسألة الطلاق، ومنها الضرب المبرح داخل المنازل وداخل الأسر. في حضرموت بدأت المرأة تأخذ حقوقها في كل شيء، ويعتبر العنف ضدها أقل حدة مقارنة بغيرها من البلدان الأخرى، أو بالأصح فإن العنف ضد المرأة هنا يكون بشكل محدود وفي حالات نادرة. نحن طبعا بناء على دراسات حديثة معانا اكتشفنا أن المرأة في حضرموت ما زالت لا تحظى بمكانتها في المجتمع، وذلك نظرا لبعض العوائق التي تواجهها من ضمنها العادات والتقاليد والمجتمع وعدم تكافؤ الفرص في المناصب الحكومية. طبعا اليوم هو يوم مناهضة العنف ضد المرأة. منظمة الأمم المتحدة اختارت هذا اليوم ليكون يوم المناهضة، واختارت اللون البرتقالي مش عبث، ولكن اللون البرتقالي يدل على الإشراك. منهن الإعلامية والطبيبة والقيادية وصاحبة القرار جنبا إلى جنب، مشاركة للرجل في كل مناحي الحياة في حضرموت. فلا ندري عن أي عنف يتحدثون، ولا عن أي حقوق يطالبون. لقناة المكلة، محسن بالبحيث. أقام قسم الأطفال بمستشفى المكلة للأمومة والطفولة فعالية احتفالية للأطفال بالمستشفى تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الطفل وذكرى 30 لتوقيع اتفاقية حقوق الطفل. وفي الحفل أشاد مدير مكتب الصحة بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري بإقامة مثل هذه الفعاليات الفرائحية التي تتزامن مع الأيام العالمية المختصة في الجانب الصحي، مؤكدا فخره بوجود عمال يهتمون بعملهم في قسم الأطفال في مستشفى المكلا. وشهدت الفعالية تقديم العديد من الهدايا والمفاجآت المفرحة والمبهجة للأطفال المتواجدين في القسم، والتي وزعت لأكثر من 50 طفل، إضافة إلى تقديم العديد من الفقرات الترفيهية والإبداعية التي قدمها عدد من الأطفال. عقد بمكتب وزارة الشباب والرياضة الاجتماع الفني لبطولة كرة القدم بحضور رئيس اتحاد اللعبة درويش سويد، رئيس إدارة الشباب والطلاب بانتقال مدينة المكلا علي الطنبشي لمناقشة كافة الأمور الفنية والتنظيمية للبطولة الكروية وإقرارها. وأجرت في الاجتماع مراسم القرعة التي وزعت الأندية إلى مجموعتين
حيث ضمت المجموعة الأولى فرقة أندية المكلا وشعب حضرموت وشباب ركب ووحدة المكلا، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق أندية تضامن حضرموت وهلال فوة وسمعون، وتتنافس فرق المجموعتين بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل بطل كل مجموعة للمباراة النهائية. وسيصدر اتحاد الكرة برنامج المباريات لاحقا على أن تدشن يوم السبت القادم في 30 نوفمبر الفعاليات والأنشطة والبطولات الرياضية للألعاب التي ستقام احتفاء بالذكرى 52 للاستقلال الوطني المجيد. ومن العاصمة عدن دشنت قوات الحزام الأمني عرضا عسكريا وحفلا خطابيا بمناسبة ذكرى 30 نوفمبر في مديرية الشيخ عثمان. وفي الحفل ألقى العميد قائد قوات الحزام الأمني والضاح عبد العزيز كلمة هنأ فيها قيادات وأفراد الحزام الأمني بالقطاع الثامن على الإنجازات والانتصارات التي حققوها في مكافحة الإرهاب وتثبيت الأمن وفرض النظام والقانون بالمديرية، مثمنا الجهود المبذولة من قيادة الدعم والإسناد. وبعد انتهاء الحفل الخطابي قدمت سرايا الحزام الأمني بالشيخ عثمان عرضا عسكريا وعروض في فنون القتال وعروض الجمباز. سلمت قيادة جبهة الساحل الغربي عددا من الأجهزة الحديثة الخاصة بالعلاج الطبيعي والمقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لمركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بالعاصمة عدن. وقال مدير إدارة العلاقات العامة لجبهة الساحل الغربي طارق الحميقاني أن الأجهزة جاءت بمتابعة حديثة من قيادة الألوية وبدعم من دولة الإمارات، وذلك بهدف تقديم العلاج الطبيعي للجرحى الساحل الغربي والمواطنين الذين يستقبلهم المركز. وأشار مدير المركز عبد الله القيسي أن الأجهزة التي تم تسليمها أجهزة حديثة كهربائية وأخرى خشبية سوف تسهم بشكل جيد للتخفيف من الضغط الذي يواجه المركز والكادر العامل فيه نتيجة لتزايد عدد المحتاجين للعلاج من جرحى الحرب وضحايا الألغام. وفي محافظة أبين ضبطت نقطة أمنية كمية من مادة الحشيش المخدر على متن سيارة كانت في طريقها إلى العاصمة عدن. وتبذل الأجهزة الأمنية في النقاط جهودا كبيرة لمكافحة ظاهرة انتشار المخدرات بين أوساط الشباب، وأكدت مصادر أمنية أنها لن تتهاون في محاربة هذه الظاهرة المهددة لأمن واستقرار المجتمع. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل وإياكم إلى أبرز ما تناولته عناوين الصحف المحلية والعربية. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إليكم تذكيراً في أبرز ما جاءت. مطار الريان يستقبل أول رحلة مدنية قادمة من القاهرة في 27 نوفمبر الجاري. مكتب الشؤون الاجتماعية بساحل حضرموت ينظم فعالية اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. قوات الحزام الأمني تنظم عرضاً عسكرياً بمناسبة ذكرى 30 نوفمبر في العاصمة عدن. مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.